اهلا بحضراتكم في هذه الحلقه الخاصه من برنامج الخلاصه، واحنا النهارده معاكم في جوله مميزه جدا. احنا النهارده معاكم من مركز الترميم السينمائي في مدينه الانتاج الاعلامي. ليه موجودين هنا النهارده؟ موجودين هنا النهارده عشان مصر بتمتلك رصيد كبير من التراث البصري والسمعي. مصر من اول الدول اللي عرفت السينما في العالم، ولدينا كمان كتير من المشروعات التراثيه زي جريده مصر السينمائيه وغيرها من المشروعات اللي بتعود لاكثر من 70 و80 سنة، وعندنا أفلام كمان من أيام السينما الصامتة، وكل الكلاسيكس أو الأعمال العظيمة اللي بنشوفها في السينما المصرية بعضها دائما بيحتاج إلى ترميم وصيانة وإعادة مرة أخرى للحياة. عشان كده احنا النهاردة معاكم في المركز هنقابل عدد كبير من المتخصصين، وهنتكلم مع الفنانين المسؤولين عن ترميم الصورة والصوت، وهنحكي لكم قصة ترميم الفيلم بتبدأ إزاي لغاية آخر مراحلها. كمان هنكون معاكم وإحنا بنشوف إزاي بيتم رفع جودة الأفلام عشان يتم عرض الأفلام السينمائية العظيمة بتاعتنا مرة تانية بكواليتي 4K و6K وكل طبعا الأنماط والأشكال الحديثة. فعشان كده إحنا النهاردة هنوريكم في جولة خاصة من الخلاصة مركز الترميم السينمائي وعملية إعادة الأفلام مرة أخرى للحياة. الحقيقة دايما بنقول اللي بيسمع غير اللي بيشوف، ودايما كنا بنسمع عن مركز الترميم السينمائي ودوره المهم الحقيقة في حفظ تراث مصر السينمائي وتراث مصر السمعي والبصري على مدار أكثر من 100 عام. لكن الحقيقة لما دخلنا المركز كمان انبهرنا أكثر، وشفنا كمان قد إيه هو مركز ربما يكون من المراكز الرائدة كمان على مستوى العالم أجمع، خاصة أنه فيه مجموعة كبيرة من المتخصصين اللي بيشتغلوا في المركز على درجة وكفاءة عالية جدا جدا. احنا النهاردة في جولتنا الخاصة والممتعة الحقيقة من مركز الترميم السينمائي حبينا كمان نقابل المهندسة ندى حسام الدين تحكي لنا اكتر على المركز ونفهم منها هي الصناعة دي ماشية ازاي وازاي بتجري عمليات الترميم، وتكلمنا اكتر عن واحد من اهم المراكز في الشرق الاوسط. برحب بحضرتك يا فندم منورنا. اهلا وسهلا على شاشة قناة المحور. منورنا النهارده في المركز. شكرا ان انتم سمحتوا لنا بالتواجد. لا طبعا يعني دي حاجة تشرفنا. احنا الحقيقة مستمتعين جدا جدا، وخاصة لما دخلنا وشفنا طبيعة وطريقة الشغل كمان بجد حاجة مبهرة. عشان كده عايز أبدأ مع حضرتك، هو إيه مركز الترميم السينمائي ده؟ وجات الفكرة منين؟ ونشأ إمتى؟ علشان نبدأ فهم الفكرة فإحنا لازم نفهم الأول أنه لحوالي 100 عام كان الوسيط الرئيسي لتسجيل الصورة المتحركة وكذلك الصوت هو شريط السينما. ومصر طبعا تاريخ السينمائي يعني بدأ من زمان من أيام السينما الصامتة. حضرتك لك أن تتخيل أنه تاريخنا لحوالي ما يقارب 100 عام كله مسجل على الشريط السينمائي. حتى الوثائق الإخبارية برضو كانت مسجلة على شريط السينمائي، زي جريدة مصر السينمائية مثلا. زي جريدة مصر السينمائية دي أهم الحقيقة أهم وثائق بتسجل تاريخ مصر على مدار 100 عام. أكثر من 70 سنة تقريبا الجريدة نفسها بالظبط، كانت من 1934 تقريبا. ف يعني شايله كتير قوي من التاريخ بتاعنا السينمائي. طبعا الوسيط ده فضل مستمر لغايه لما التكنولوجيا الرقميه دلوقتي احتلت هي المكانه، واصبح كل حاجه دلوقتي بتتسجل بشكل رقمي. وانتوا بتقوموا بالدور ده وهنجيله في الوقت لاحق، بس طبعا انتوا بتحولوا كل حاجه للرقميه. بالظبط، اصبح دلوقتي احنا عندنا عبء كبير ان احنا لازم نلحق ننقذ التاريخ السينمائي ده كله، نخرجه لان هو حبيس الشريط السينمائي. الشريط السينمائي ده طبقه الجيلاتين اللي شايله الماده الحساسه على الفيلم، اللي شايله الصوره دي ماده بروتينيه، يعني هي عامله زي الطعام كده، هي معرضه للتلف وللعفن زيها زي الطعام العادي. بتتحلل مع الوقت، يمكن عشان كده شفت تحفظوا الأفلام بشكل وطريقة معينة عشان ما تتلفش. كمان الحالة الفنية لكل فيلم معتمدة بشكل كبير جدا على طريقة تخزينه.
فطبعا لو طريقة التخزين دي مش جيدة ده بيعرض الفيلم للتلف بصورة أسرع بكتير من أي فيلم تاني مخزن بشكل جيد. المركز بقى بنشأ إمتى يعني أو كان إيه الهدف من إنشائه؟ وبعدين إحنا يمكن واقفين كمان قدام واحدة من الآلات أو الماشينز لا تقدر بثمن دلوقتي، صح؟ صحيح. المركز أنشئ سنة 2018، هو أنشئ خصيصا أو بداية باكورة أعمال المركز كان الوثائق السينمائية الخاصة بالهيئة العامة للاستعلامات. طبعا ده كان تراث كبير، ولا تراث كبير جدا ما يقرب من 480 ساعة من الوثائق. 480 ساعة، ده شغل سنين يعني، شغل أخذ 3 سنين المشروع ده. طبعا احنا انشغلنا بيه لمدة 3 سنين قبل ما نبدأ بقى بعد كده في الأفلام الروائية العظيمة بتاعتنا السينمائية. المركز هنا ما يقلش عن أي مكان يعني، دايما كنا بنسمع عن الناس بتروح ترمم في فرنسا، تروح ترمم مش عارف فين، لكن احنا دلوقتي مش محتاجين نعمل ده، صح؟ لا يعني لك أن تتخيل أن فعلا زي ما حضرتك بتقول كانوا كل بشكل فردي كانت شركات الإنتاج الخاصة كل ما يحبوا يطلعوا فيلم للنور لأن هو محبوس على شرائط السينما ياخدوه عشان يعملوه بريزوليوشن عالية، ياخدوه يطلعوا على فرنسا أو على الهند علشان نقدر نطلع الفيلم ده ويبدأوا يرمموه فيظهر للأجيال تتفرج عليه. طبعا بعد إنشاء المركز أصبح ما فيش الحاجة إن إحنا نخرج الأفلام بتاعتنا تسافر علشان تتعمل برا، كله بقى بيجي هنا تقريبا. يعني نسبة كبيرة الحمد لله. إحنا اشتغلنا مع كذا شركة إنتاج من ضمنها الشركة العربية للإنتاج والتوزيع، عملت معانا ما يقارب 40 فيلم روائي. عاملين دلوقتي عقد مع الشركة القابضة للاستثمار في السينما اللي هي وزارة الثقافة. عملنا 5 أفلام ولسه احنا هنعمل معاهم رصيد اللي عندهم ما يقارب من 300 فيلم من الروائع الحقيقة. 300 فيلم. 300 فيلم. بتجيكوا أفلام حالتها صعبة خالص طبعا. في أفلام حالتها بقت وحشة. يعني ممكن أدي لك مثل، إحنا لسه عاملين فيلم المستحيل، عملنا فيلم الزوجة الثانية بالمناسبة وشيء من الخوف والسراب. ده كلاسيكس بقى، دي من أعظم 100 فيلم في تاريخ السينما. عندهم روائع الحقيقة. وفيلم المستحيل اللي كنت بكلم حضرتك عنه ده من الأفلام اللي الحمد لله إن إحنا لحقناها لأنه كانت حالته سيئة جدا. الفيلم طبعا بدأ يمر بقى بمراحل الانكماش والصورة بتاعته بدأت تتآكل، فكان من الأفلام المتعبة جدا في الترميم. وأكيد وإحنا بناخد جولة هنفرج حضرتك على شكل الشريط السينما كان عامل إزاي قبل ما احنا طبعا هنا واقفين. لقيتهم بيشتغلوا على فيلم فتوات الحسينية بطولة فريد شوقي وهدى سلطان، والماكينة دي حضرتك بتقولي دي واحدة من الماكينات النادرة يعني او اللي صعب حد يعني يمتلكها لانها غاليه جدا. الحقيقه المركز يعني مجهز باحدث الوسائل التقنيه. طبعا هي غاليه جدا لانه احنا لما يعني مجلس الاداره الحقيقه ما بخلش بان هو يجيب احدث واغلى الماكينات اللي موجوده في السوق. طبعا غاليه قد ايه يعني مثلا؟ حوالي مثلا لا يعني كذا الف عشان اتخيل الدنيا بتمشي ازاي. لا يعني كانت ما يقارب $1,000,000 دفع في الانشاء المركز. يعني المكنة دي تقارب $1,000,000 طبعا بالمجتملات وبالأجهزة اللي موجودة. طب الفيلم بتشتغلوا عليه ازاي؟ يعني لما بيجي لكم كده فيلم مثلا بيواجه مشكلات فنية ومعدى عليه وقت كبير، ايه المراحل بتشتغلوا ازاي؟ اول حاجة الفيلم بيتاخد يتفحص فنيا علشان نقف على حالته عاملة ازاي، وبيتكتب تقرير عن حالته الفنية. تبدأ بعد كده مراحل الترميم اليدوية اللي هو يعني احنا في بعض الكادرات بتجيلنا متكسرة خالص ومحطمة، احنا بنبدأ نعالجها. بعض الافلام بتيجي جافة جدا برضو بنحاول نعالجها ونرطبها قبل ما نبدأ نشتغل عليها. بعد ما بنرممه يدويا بناخده نغسله
علشان نشيل بقى أي أتربة أي أثار. ده بيسمى الغسيل الكيميائي صح؟ صحيح صحيح. عندنا برضو ماكينة من أحدث ماكينات غسيل الأفلام السينمائية، بتستخدم سائل عالي جدا، السائل ده أورجانيك علشان صحة العاملين، لأنه قبل كده كان في فيرجنز كارسينوجينيك بس ما كانش يعني التطور العلمي ساعتها وصل للدرجة دي. بتغسل الفيلم وفي فرش مخصوصة بتعدي على الفيلم، تبدأ تشيل بقى أي بقع أو رواسب موجودة على الفيلم، أي عفن، أي الحاجات دي كلها بتتشال، والفيلم بيتنشف، بيعدي على زي سبروكتس كده بتطلع هواء ينشف الفيلم قبل ما الفيلم يتجمع ويتلم. وتبدأ بقى بعد كده المرحلة اللي احنا واقفين عندها دلوقتي، اللي هي المرحلة بتاعت النقل، النقل الرقمي. هنا دي مسؤولة عن النقل الرقمي صح؟ كان شغالة فريم باي فريم اهو. طبعا هي بتنقل فريم باي فريم، هي عبارة عن كاميرا، الكاميرا دي الجودة بتاعتها عالية جدا، دي بتصل ل 6K الريزوليوشن بتاعتها. فبتبدأ يعني الافلام اللي احنا بنشوفها دلوقتي وعايزين نخليها 4K و6K عشان نشوفها في السينما، او زي المهرجانات لما بيجيبوا لنا افلام وعايزين يعملوا لها ريستوريشن بحيث تبقى 4K تتعرض في السينما، فتبقى على شاشات السينما بتتعرض بريزوليوشن 4K. الحقيقه افلامنا زمان كانت مظلومه لانه كانت بتتنقل بتقنيه الستاندرد ديفينيشن، انما الشريط السينمائي الريزوليوشن بتاعته اعلى من الستاندرد ديفينيشن بكتير. لما وصلنا للتقنيه دلوقتي ان احنا نقدر نستخرج من الفيلم الجوده العاليه بتاعه ال 4K، بدات تظهر تفاصيل وديتيلز احنا ما كناش بنشوفها قبل كده زمان. يعني في حتى بعض الحاجات اللي كانت بتضحكنا لما بنيجي ننقلها طبعا. يعني مثلا فيلم الزوجة الثانية أول مرة نشوف إنه قعدنا نضحك لأن اكتشفنا إن الشنب بتاع شكري سرحان معمول من زي الـ 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 الشاش بتاع الجروح، كان باين جدا جدا. أيوة. ادق التفاصيل ما كانتش بتبان قبل كده. مش واخد باله من الحته دي، ده احنا طبعا عشان بنشوف التفاصيل اوضح بكتير. بالظبط. غير ما غربك كنا بنشوفها في التلفزيون. طبعا هي ميزه وعيب في نفس الوقت. يعني الميزه ان انت بتشوف ادق التفاصيل في الصوره، بتشوفها حلوه جدا جدا. يعني ادق تفاصيل الممثلين انت بتشوفها، اللبس بتاعهم بتشوف ادق التفاصيل فيه، في الفستان، في كل حاجه. العيب بقى انه برضو العيوب اللي موجودة من خدوش وسكراتشات على الصورة بتبان واضحة جدا. وبالتالي مهم جدا ان بعد المرحلة بتاعت النقل ان احنا ندخل على مرحلة تانية اللي هي مرحلة الترميم الرقمي، اللي بيبدأ فيها بقى الفنانين بتوعنا المونترين ومصححين الألوان وكده يشتغلوا على ترميم الصورة دي وتعويض كل الخدوش والسكراتشات اللي موجودة فيها عشان تظهر بصورة لائقة، يعني تتناسب مع الصور اللي أصبحت عالية جدا دلوقتي يعني على شاشتنا. طب هايل جدا. طيب تسمحينا بقى هنروح معاكم المخزن، لأنه ده فيه بقى يعني الأعمال الخالدة كلها، وتكلمينا شوية عن بتتعاملوا مع مين وإيه المهرجانات اللي بتشتغلوا معاها وكده. يلا نكمل الجولة. يلا بينا. يلا بينا. لسه مكملين مع المهندسه ندى حسام الدين جوه مركز الترميم السينمائي، واحنا في الاوضه دي. طبعا الاوضه دي بيتم تخزين فيها الافلام بشكل وبطريقه خاصه عشان منعها من التلف، بسموها طبعا المخزن الاساسي للافلام. لكن انا شايفه ان دي اوضه الكنز، يعني لو احنا مع حضراتكم بصوا هتلاقوا فيلم السمان والخريف، القاهره 30، فيلم الحرام، وحتى الافلام الحديثه زي محامي خلع، اوقات فراغ، بين القصرين طبعا، وقصر الشوق، مجموعه نجيب محفوظ كلها. الواحد عايز ياخد الاوضه دي ويجري بيها. اهلا بيكي مره ثانيه يا فندم. اهلا وسهلا. هنا دي الافلام اللي خلصت ولا اللي لسه هتشتغلوا عليهم؟ فيها وفيها. اولا ده احنا بنسميه المخزن المؤقت بتاعنا. لانه ده اللي احنا بنحاول نحافظ فيه على الافلام. طبعا هو معالج من ناحيه الرطوبه، لان الرطوبه مؤذيه جدا جدا للافلام السينمائيه. ودرجه الحراره هنا بتبقى لازم التكييف على طول شغال ومؤمنه ضد الحريق وكده، فهي مؤمنه تامين عالي. دي الافلام الاصليه صح؟ ده النيجاتيف الاصلي. النيجاتيف الاصلي يعني ده النيجاتيف الاصلي اللي اتصور بيه
مثلا قصر الشوق وبين القصرين ده، دي ثروة قومية دي. مظبوط، مع الأسف في بعض الأحيان ما بيبقاش متوفر النيجاتيف، يعني حصل له تلف بقى. بعض الأفلام مثلا زي بداية ونهاية النيجاتيف مع الأسف تلف واتعمل منه قبل ما يتلف تماما نسخة بوزيتيف، وأصبحت هي النسخة الوحيدة المتاحة. ف يعني احنا كأرشيف احنا بنحاول نحافظ على كل فريم موجود في اي فيلم. طبعا ده مهم جدا. تحتفظ بنسخه من الافلام بعد ترميمها؟ لا، لانه الافلام دي ملك لاصحابها، لشركات الانتاج الخاصه ولبعضها لوزاره الثقافه، فاحنا ما بنحتفظش باي حاجه من الحاجات دي، احنا مجرد بنخرجها ونعالجها وننقلها نصححها وبعدين نديها بقى على وسائط رقميه لاصحابها، وهم بيحتفظوا بقى بالوسائط الرقميه دي. طب سؤال واحد بيتفرج علينا دلوقتي ممكن يقول، هو ليه الفيلم الواحد واخد كل العلب النيجاتيف دي؟ لانه الفيلم مكون من كذا ريل، وفي منه حجمين، في حجم 300 متر وفي حجم 600، على حسب الكاميرا. على حسب النيجاتيف المتوفر. آه. يعني الافلام الحديثه لو حضرتك ممكن تلاحظ هتلاقيها 600 متر العلب كبيره كلها. أيوة. فبيبقى الفيلم من 5 ل6 علب تقريبا صوره وخمس ست علب صوت. الفيلم البقر الاصغر يبقى الفيلم تقريبا 12 علبة، من 10 ل 12 علبة صورة وكذلك صوت. إذا توفر عند العميل نسخة بوزيتيف بنبقى حريصين على أنه يجيبها، علشان لو في أي نقص في النيجاتيف بنحاول نعوضه من البوزيتيف ونعمل ماتش ما بين الصورتين. حلوة المعلومة دي. طب أسألك سؤال بقى، أنتوا إيه أهم المشروعات اللي شغالين عليها دلوقتي؟ كنا سمعنا أنتوا جالكوا قريب كمان 50 فيلم مرة واحدة روائي. أيوة، إحنا الحقيقة في طبعا الشركة القابضة للاستثمار اللي هي وزارة الثقافة عندها كنز، في معانا كمان شركة إنتاج خاصة اسمها شركة كنوز سينمائية، برضو هي شركة مهتمة جدا جدا بترميم أفلام السينمائية القديمة، بالذات أفلام فريد شوقي، فعملت معانا تعاقد على عمل 50 فيلم وإحنا شغالين فيهم، اتعمل لها حوالي 10 أفلام لغاية دلوقتي والبقية تأتي. يعني تشتغل كمان على أفلام وثائقية صح، وأفلام قديمة؟ أيوة، إحنا من أيام كمان السينما الصامتة أعتقد. والله لغاية دلوقتي لسه ما جلناش الأفلام دي. أنا نفسي يعني أنا هستغل البرنامج إن أنا أبعت نداء للشركات، أي شركات إنتاج عندها من السينما الصامتة ده كنز، فيعني ياريت يلحقوا يجيبوه دلوقتي طبعًا. إن إحنا نطلعه قبل ما يتلف. مصر تاني بلد عرفت السينما يعني في العالم، فاحنا محتاجين ده، تراث وتاريخ مهم، ومهم كمان الإنسانية مش بس لينا يعني. حقيقي طبعا. طيب وشغالين مع مهرجانات كمان صح؟ صحيح. حضرتك سألتني على الأفلام الوثائقية، احنا عملنا المهرجان الإسماعيلية يعني على مدار 3 سنوات. في كل مهرجان بيجيبوا لنا أفلام وثائقية مهمة جدا جدا، عملنا منها حاجات كتير. في طبعا بقى كمهرجانات للأفلام الروائية تعاوننا مع مهرجان القاهرة السينمائي. طبعا النسخة اللي فاتت مهرجان القاهرة بقى تقريبا بيعرض كل سنة مجموعة من الأفلام المرممة، بيعملها عروض خاصة كمان. أنا تقريبا السنة دي كمان هم اهتموا جدا بالموضوع، وأظن هيعرضوا كتير أفلام على هامش المهرجان. مهرجان البحر الأحمر كذلك احنا تعاوننا معاهم لثلاث سنين متوالية، عملنا أفلام عظيمة زي خلي بالك من زوزو، غرام في الكرنك، السنة اللي فاتت عملنا فيلم انتصار الشباب. الأفلام دي كمان لما يحصل لها تصحيح ألوانها هتبقى تحفة. السنة اللي فاتت عملوا فيلمين أبيض وأسود، فيلم انتصار الشباب ده كان اتعمل له ميكين كمان، لأنه كانت حالة الفيلم مش حلوة. أيوة ومبيتعرضش كتير حتى، فعملنا ميكينج للفيلم واتعرض الميكينج قبل عرض الفيلم في القاعات برا. فلما الناس شافت فرق الصورة قبل وبعد الترميم انبهرت ودخلت تتفرج على الفيلم. ده من أفلام فكان فريد الأطرش وأسماء، ده أول فيلم بداياتهم خالص، أول فيلم لفريد الأطرش وأسماء. أربعينات مثلا، أربعينات 1941. 41 واو، يعني بالظبط بقالنا فوق 80 سنة أهو صح؟ يا 80 سنة، فطبعا الحفاظ عليه مهم. على أي حلقة طبعا أنا بشكرك على الجولة الممتعة دي وعلى الكفاءات اللي موجودة، والحقيقة الواحد لما زار المركز بنفسه
بقى التخيل عنده أحسن وبقى فاهم أكتر شوية في موضوع ترميم الأفلام. وطبعا بشكركم، احنا انبسطنا جدا بالجولة دي. بشكرك. أنا اللي بشكرك. ميرسي. لسه معاكم في مركز الترميم السينمائي في مدينة الإنتاج الإعلامي، وبنوري لحضراتكم إزاي عملية ترميم الفيلم بتتم، خاصة إن في المركز هنا عندنا متخصصين وفنيين على أعلى المستوى. وعشان كده إحنا بنقابل مع حضراتكم الأستاذ أحمد عثمان، أخصائي فني للترميم والغسيل، صح؟ والغسيل الكيميائي للأفلام. إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك بتعمل إيه دلوقتي؟ أنا بفحص الفيلم. ازاي بقى بيتم فحصه؟ بنشوف هو الفيلم بيجي لنا الاول، بنشوف السنين الفيديات. الاول كان نقل الحركه، ما كانوا بيطبعوا الفيلم كان نقل الحركه على تروس، فكان ممكن التروس دي بتفوت على بعضها، السنين دي كلها بتفوت على بعض فبيحصل قطع. فاحنا بنضطر احنا ممكن نشيل السنين ديت وبركب سنين جديده. ايه ده ودي عمليه سهله؟ سهله. تمام. بتفحص الفيلم كمان هنا، دي اول مراحل خالص الافلام، صح؟ بالظبط كده يا سيادتك. لو بتشوف الشريط السينما متضرر قد ايه؟ ونبتدي نعالجه. طب اشتغلت على افلام ايه بقى؟ احكي لنا. لسه والكلاب، افلام كتير، الليمبي، الزوجه الثانيه، خط بليف، لص حسن. الله. افلام كلها ابيض واسود. ويعني ايه بقى غسيل كيميائي للفيلم ده؟ بيعني ايه؟ هو النيجاتيف عامه بيبقى بيلم تراب وعليه بقعه وبتاع، فاحنا بندخله مكنه الغسيل عشان ينضف ويرجع يديله لمعه تاني للفيلم. اللي هو النيجاتيف نفسه. بالظبط. ودي عمليه بتاخد وقت؟ لا، على حسب كل فيلم، على حسب الشغل اللي فيه. يعني ممكن في فيلم يعمله ممكن في اسبوع، ممكن في فيلم في 3 ايام، في فيلم ممكن يقعد معانا 10 ايام، على حسب الشغل اللي فيه اللي بنعمله. يعني ممكن فيلم تقعد 10 ايام في موضوع الغسيل، ليه بقى ممكن يطول كده؟ لا، هو بتكلم كفحص والترميم اللي فيه. ان الفيلم ممكن يبقى فيه مشاكله كتير، فيه سنون كتير، في كولاجات، والكولاجات دي اللي هي تجميع بين شوت وشوت، ان هو الفيلم بيبقى تجميع الشوتات كلها، ده بين تجميع بين شوت وشوت، فالساعات ممكن من سوء التخزين الكولاجات بتتفك، فبنبتدي نعيد عليها من اول وجديد. طب هو ليه شريط السينما ممكن يتضرر او ليه عمر افتراضي؟ لا، هو ملوش عمر، على حسب التخزين. لو هو متخزن كويس بيقعد معنا فتره طويله. يعني احنا شغالين في الفيلم دوت ده من سنه 50. يعني فيلم ايه اللي تشغل؟ لسه والكلاب. لسه والكلاب. الله. هو مشكلته ان هو فيه انكماش. دي المشكله اللي فيه، وساعات بعض الكولاجات اللي فيه. وفيه برضه بعض السنون. بس فيلم بقى له حوالي 70 سنه، وبالحاله دي يعني في المرحله ديت تبقى حاجه كويسه. عامه انا بشكرك استاذ احمد، منورنا في قناه المحور. ربنا يبارك فيك في سيادتك. ربنا. احنا كمان منورنا الاستاذ ايمن عبد الحميد، وهو من الفنيين المتخصصين في ترميم الافلام، وهيحكي لنا شويه اكتر عن مغسله الافلام. ينفع نسميها كده؟ اهلا بحضرتك الاول. معاكم ايمن عبد الحميد. منورنا فيه. ربنا يخليك، منورك يا فندم. حضرتك شغال على ايه؟ دي مكنه غسيل بالنسبه للافلام السينمائيه. بتبدا تنظف الفيلم من سواء كان بقع او بصمات. لو في بقع او بصمات موجوده في الفيلم، مع الاتربه والغبار اللي بيبقى موجود، مع بيبدا ينزل الفيلم نفسه، بينزل المحلول. في عندي هنا الفرش اللي موجوده قدام حضرتك ديت، بتنزل تلف تحت في المحلول عكس بعض زي عقارب الساعه. عشان تقدر تنظف. يبدا يطلع النيجاتيف طالع، بيعدي على مرحلتين تانيين بعد المحلول، بيعدي على مرحله تبريد ومرحله سخانات علشان يطلع ناشف، ما يطلعش فيه شيء من المحلول. والميزه يتجفف يعني. بالظبط ما بيعدي على المرحلتين اللي هو التسخين والتبريد عشان خاطر يتم تجفيفه من المحلول اللي هو دغل واتغسل فيه. تمام. ويعتبر ده من افضل المحاليل الموجوده، المحلول الاورجانيك، لان احنا يعني بنتكلم من حوالي 20 سنه كنا بنشتغل بمحاليل، محاليل كلها محظوره، تعتبر محظوره، كلها محاليل كيميائيه بتعمل اضرار غير عاديه للصحه. انما الصحه والله، انما المحلول يعني لما كان الترميم يدوي بقى زمان، خالص دلوقتي بقى مكانات حديثه، كله احدث، كله دي احدث حاجه.
دي عدد حاجه غاليه المكنه دي، بتعد كتير. بتعد كتير طبعا، واضح كل مكان هنا في مركز الترميم غالي جدا جدا يعني، عشان كده المركز عندنا متميز طبعا يا فندم. هو يعتبر من الافضل مش ما فيش مركز زيه في الشرق الاوسط عموما كله. احنا بيجي لنا شغل من يعني من كل الانحاء، بيجي لنا شغل كتير تمام. وبيعتبر القسم دوت ده بدايه الشغل بالنسبه للمركز، بيبدا الفحص والترميم بتركيز بجوده عاليه عشان يقدر يطلعه يمر على مكنه الغسيل ويبدا يخش. ده الترميم اللي هو هنا بنسميه الترميم الاولي المادي، قبل ما يروح بقى على الديجيتال بيخش الديجيتال، يخش على الريستوريشن تحت او اي كان التفاصيل، ده اللي بنقول عليه اللي هو اللي هو المادي بالمعنى بكل اللي حضرتك تتخيله بيتم تنفيذه هنا الاول. في افلام كتير يعني حضرتك مثلا في فيلم شغالين فيه دلوقتي اللي هو بنتكلم عليه اللي هو الفتوات الحسينيه تمام، ده من الخمسينات طبعا. الفيلم دوت فيه يعني كميه مشاكل كتير جدا، وفي كمان ديزولفات يعني الوضع بيختلف، ده على قديمه اللي هو ديزولفات الصوره راكبه على الصوره نيجاتيف على نيجاتيف، بخلاف الحديث. الحديث كله اللي احنا بنقول الصوره داخله على الصوره ده بيبقى ايه وبي فصلين، انما ده لا، ده فصل واحد يبقى اتنين نيجاتيف. لازم يعني زمان عشان يعمل ديزولف لازم مش اللي هو على بعض، لما يخش على الترابيزه دلوقتي كله ديجيتال بالظبط، لما بيخش على الترابيزه هنا عشان يتفحص لازم الديزولف ده يتفك ويتعمل له المنتوج او يتظبط على الترابيزه عشان يبدا يمشي على المكنه. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ ايمن، نورتنا. ربنا يخليك، النور ربنا يخليك. لسه مستمرين معاكم في جولتنا في مركز الترميم السينمائي، ومشرفنا دلوقتي المهندسه رشا القباري مدير اداره التشغيل والصيانه في المركز، هتشرح لنا مع حضراتكم واحنا بنحكي لكم خطوات ترميم الفيلم وبيتم ازاي، هتشرح لنا بقى المرحله الثانيه صح؟ اهلا وسهلا بحضرتك، منورانا منورانا على شاشه قناه المحور. ربنا يخلي حضرتك. احكي لنا بقى المرحله الثانيه دلوقتي طبعا. احنا بعد ما بيتم الاول ترميم الفيلم يدويا وبحيث ان هو يبقى جاهز بعد ما يتغسل ويبقى جاهز ان هو يمشي على المكنه والسنون بتاعته تمام، احنا بنبتدي نشتغل هنا. دي السكانر، دي اعلى سكانر على مستوى العالم. دي يعني احنا ارقام كبيره ارقام كبيره، وهو احنا عندنا اكشوالي 2 سكانر بس واحدة عالية جدا جدا بكواليفيكيشنز عالية جدا، علشان خاطر طبعا في ناس بتبقى عايزة الحاجة بيرفكت زي المهرجانات، وطبعا شركات الانتاج بتبقى عايزة حاجة. في ناس بيبقى عندها ماتيريال جميلة جدا بس طبعا ما يعني معهاش ماديا ان هي تشتغل على المكنة دي، فعشان كده جبنا المكنة التانية اقل شوية بس هايلة برضه. يعني هو ترميم الفيلم مكلف؟ بص طبعا يعني حسب بقى، يعني اولا انت عايز الكواليتي 4K 6K، فطبعا لو 4K او 6K بيبقى المكنه دي هاي كواليفايد. لو حاله الفيلم وحشه جدا فيها شرينكج يعني منكمشه او فيها سنون مكسره او حالتها وحشه قوي، المكنه دي هي اللي تصلح معاها، وبالتالي ده بيبقى مكلف جدا. لكن في حاجات يوصل لكام ترميمه؟ النقل وترميمه كده اقل بكتير جدا من الاسكان بره. يعني جدا من الاسكان بره. يعني الاسكان ده اللي هو احنا انا بحول من انالوج لديجيتال. هي ده اصلا الفيلم بيبقى عباره عن صور كادرات، صوره عاديه زي فيلم ال 35 اللي كنا بنصوره في الكاميرا زمان بالظبط. بيتنقل بقى هنا، بيتحول بقى كادر باي كادر كده لصوره ديجيتال فريم باي فريم. انا شايف بتاخد وقت طويل حسب حالة الفيلم. لو انا حالة الفيلم وحشة ببتدي اقلل سرعة الاسكانر واخدها ممكن ربع فريم كمان. يعني احنا اصلا في العادي ان العلبة اللي هي 10 دقايق مثلا بتاخد لها ساعتين. ان كيس لو العلبة دي او الفيلم ده فيه مشاكل كتير يبتدي تاخد ربع فريم، ممكن ياخد 24 ساعة نقل. 24 ساعة بالظبط علشان اخد الكواليتي العالية. وبعدين انا عندي كذا اوبشن هنا حلو، ان انا لو السنون مكسره اقدر اشتغل بخاصيه السحب بحيث ان انا ما اعتمدش على السنون. السنون دي اللي هي بتبقى اللي هي في طرف النيجاتيف بالظبط، دي ساعات بتبقى مكسره او تلف بالظبط، في بيتعالج كويس وفي بيبقى الفيلم كله كده بيبقى صعب يتعالج فبنسحبه بخاصيه السحب. وفي خاصيه بقى الويت جيت، لو انا عندي الفيلم مليان سكراتشات سطحيه كتير فالويت جيت دي ان هو بيبقى فيه جيت تانية زي دي بتوصل بخراطيم هنا بيبقى الفيلم بيمشي جوه محلول،
فالمحلول ده انت اصلا يصلح بقى السكراتش ده بيظهر ازاي؟ بانكسار الصوره الاضاءه اللي بتيجي من الكاميرا على الخدش. لكن انا لما املى مكان الخدش ده بالليكويد ده بالمحلول ده ما بيحصلش الانكسار، السكراتشات دي ما بتظهرش. السكراتشات دي بتظهر على بالظبط، فبيقلل بنسبه 70-80% من السكراتشات السطحيه اللي موجوده في الفيلم. وده طبعا بيساعد في سرعه الترميم الرقمي وان تبقى جوده الصوره اعلى. في افلام معينه حضرتك تفتكريها ازاي كان صعب الشغل عليها؟ والله هو مؤخرا يعني اولا طبعا فيلم بتاع اسماء هان وفريد الأطرش كان لسه بنعمله المهرجان البحر الاحمر، انتصار الشباب. انتصار الشباب ده كان 1940، ده كان حالته صعبه جدا 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 لان هو كان متجمع من اقصائيس بتاعه المونترين، النسخه الاصليه اصلا كانت باظت. اصلا بالظبط، فدي كانت اقصائيس ومتلزقه من الاخر يعني. بتعمله نيجاتيف من اول وجديد بناءه يعني ان هو يعتبر هو جالنا ملزق وكان في مشاكل كتير وابتدوا الناس الخبرة اللي هنا فككوا حاجات ولزقوها تاني وكده، فكان صعب جدا. في برضو دلوقتي وفي دلوقتي فيلم بتاع يعني في فيلمين صعبين، السراب والمستحيل. كان فيهم قطعات رهيبة فظيعة يعني، كان علاجها صعب جدا لكن وطبع... عملتوها برضه. لا الحمد لله. وكان طبعا في جريده مصر السينمائيه زياره جوزيف تيتو كانت متدمره واتعمل لها ترميم وكانت بقت رائعه يعني، هتشوفوها ان شاء الله. انا بشكرك مهندسه رشا الأباري، نورتينا. ربنا يخليها. شكرا جزيلا. مكملين معاكم في مراحل ترميم الفيلم المختلفة، وكنا في مرحلة الترميم الفيزيكال المادي، وشفتوا محركم كمان ازاي بيتم نقل الفيلم لديجيتال بعد الشغل طبعا على النيجاتيف. لكن طبعا في جزئية مهمة جدا، بنشتغل ازاي على الصوت، خاصة انه في افلام كمان كانت متضررة جدا في شريطها الصوتي. فاحنا معانا النهارده الباشمهندس اسلام الطبلاوي، وهو مهندس تشغيل وصيانه هنا في مركز الترميم السينمائي، هيكلمنا اكتر عن مرحله الصوت. اهلا بيك يا فندم، منورنا، شرفتنا في المحور. كلمني الصوت ازاي بتشتغلوا عليه في الافلام اللي بتجي لكم؟ الصوت هو احنا زي ما طبعا بنرمم الصوره بنرمم الصوت. فاول مرحله عندنا ان احنا بننقل الشريط السينمائي ده كصوت يبقى بصيغه ديجيتال عشان نقدر نعمل عليه الفلتر، نشتغلوا عليه اديت بقى، نشيل كل بقى الهاش الحاجات اللي موجوده كلها. فالنقله عندنا بيبقى بطريقتين. اول طريقه عندنا اللي هي جهاز السوندر، بياخده كصوت عادي جدا وينقله على طول يعني ينقله على طول للصيغه ده ديجتل. بيحوله ديجيتال بالظبط. في حاجه اهم بقى، الطريقه الثانيه في جهاز السكانر اللي حضرتك شفته جوه، ان هو بيبقى الصوت امبيدد مع الصوره، مدمج مع الصوره، الاثنين مع بعض في شريط واحد. في شريط واحد، فان احنا بناخد هو في بعض الافلام بتجي لكم الشريط طبعا، هي المفروض بيجي شريط الصوت لوحده وشريط الصوره لوحده، لكن احيانا بتبقى مفيش بقى ضاع ده. لا بيجي لك شريط واحد بالظبط، بيبقى شريط واحد بيبقى فيه الصوت والصوره. فاحنا بناخد طيب بقى اصعب بيبقى اصعب، بس الريزوليوشن بيطلع احسن. احسن ليه؟ لان احنا في تقنيه عندنا هنا ان احنا بعد ما بيحصل له سكان للشريط السينمائي بيجي عندنا هنا في تقنيه اسمها ايمج تو ساوند، بتحول الصوره بتاعت الصوت دي لصوت. فبتبقى ريزوليوشن احسن وبتساعد الناس بقى الويفز نفسها الويف دي فتقدر تحولها بالظبط لصوت، ونقدر نبتدي نشتغل عليها بفلترز احسن والصوت بيبقى احسن. بيجي لكم افلام بتبقى صعبه قوي الشغل فيها؟ دي حقيقه ان الفنانين هنا عندنا بصراحه بيعملوا شغل كويس جدا. ليه؟ الصوت بالذات بيبقى فيه صوت مقطوع من الفيلم اصلا فان هم بقى بيبتدوا يدوروا على نسخ تانية ممكن ياخد كلمه حرف ان هو يبتدي يدخلها وبتبقى سينك بالظبط. فالموضوع شغل اديت بقى بالظبط، فريم باي فريم بالظبط. طيب لو مثلا النيجاتيف جاي لكم متضرر جدا، بتعملوا ايه في الحالات دي؟ حضرتك شفت اول مرحله خالص، مرحله الفحص، بيتم الترميم زي الشريط السينمائي اللي هو كصوره ده بيتعمل برضو نفس الشريط ده كصوت، بيبتدي برضو يرمموه ونبتدي نشتغل عليه هنا.
وطبعا مكنه الاسكانر بتساعدنا حتى لو الشريط منكمش شويه او في اي تضرر. المكنه الحمد لله ان هي بتمشيه وبيطلع عليها. المكن السوندر ده غالي؟ يعني مش قوي، مش زي الاسكانر طبعا. الاسكانر بيقول لك 600,000 يورو حاجه كده يعني، رقم يخض. انا بشكرك يا باشمهندس اسلام، ميرسي جدا جدا، شكرا سمحت لنا بالتواجد هنا. وشايفين علب الافلام حتى فتوات مستحيل ده شغالين عليه دلوقتي. مستحيل شغالين عليه. متضرر قوي ولا مش قوي؟ مش قوي. والحسنيه الصوت مش قوي. فتوات الحسنيه شويه متضرر شويه، بقاله 70 سنه وقت اخر الدنيا. بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا. شكرا. لسه مستمرين مع حضراتكم في مركز الترميم السينمائي، وبنشرح لكم بخطوات مختلفة كمان مراحل ترميم الفيلم. زي ما اتفرجنا معاكم على مراحل ترميم الفيلم فيزيكلي أو ماديا، كمان بعد ما بيتم تحويل الفيلم بقى لديجيتال، من أنالوج بقى ديجيتال، إزاي كمان بنشتغل على الفيلم وهو في حالته الديجيتال وبنرمم الصورة. عشان كده معنا أستاذ أحمد حسام منورنا، وهو هيكلمنا أكتر عن ترميم الفيلم كمان وهو في صيغته الديجيتال. أهلا بيك يا باشمهندس منورنا. أهلا عليك. هتفرجنا على إيه؟ أنا هنا شغال على فيلم السراب. تمام. لو زي ما حضرتك شايف هنا، إحنا هنا البيفور والأفتر، القبل والبعد. تمام. لو شوف معاك يعني ملاحظين ده في زي جلتشات كده، و يعني زي ما حضرتك شايف كده هنا على الشمال القبل. هيجي دلوقتي حالا في قطع حصل في المشهد ده بشكل فيزيكال. حصل زي ما حضرتك شفت في ده بالظبط. ده تم ترميمه فوق الاول بالظبط. هم بيعملوا ايه؟ بيحاولوا ان هم يبقى فيه زي ملزق الفريمز من بعض. فيكسنج للفريمز، عشان نقدر ان احنا بعد كده هنا في الديجيتال ريستوريشن، هنا في الدور الريستوريشن، نقدر ان احنا نعمل زي ما حضرتك شايف البيفور والافتر. اي فرق الصوره كبير قوي، تخيلوا. بصوا حركوا عاملين ازاي المشهد، فرق المشهد ده والمشهد ده. دي كانت فيلم انتصار الشباب سنه 1941. ده كان في مهمه كبيره جدا بنحاول ان احنا نعالج الفيلم بشكل كبير. وكان مشاكله بس بص حضرتك الكم الابيض اللي ظهر في الصوره دي بتسموها ايه؟ جلتشات. ممكن نقول عليها عفن شويه. عفن، انه التضرر نفسه، النيجاتيف نفسه تضرر، صح؟ بالظبط. فانتوا بتحولوها طبعا، بتدخلوها بعد ديجيتال، بتبداوا بقى تشتغلوا على الصوره فريم باي فريم، صح؟ بالظبط. ده بقى نص الفريم نفسه. كان في تقريبا ده انور وجدي واسمهان. واسمهان ده فيلم انتصار الشباب برضه. انتصار الشباب سنه 41. يا بص دي ده عيب واضح او ظاهر. كان في زي شمع او حد كان معلم على الفيلم. نفس كده برضو في بقى على الشمال معك شايف. دي مع الحفظ بقى مع السنين بيحصل كده، صح؟ بالظبط. هنا يعني ما تفهمش ايه اللي حصل في الصوره عشان تبقى في الخروم دي كده، بس هي بتقابلنا وبنحاول ان احنا نعالجها والحمد لله. بتعالجوها ببرامج الاديت بقى عادي بالظبط. سوفت وير تبقى سبيشال مخصوصه للريستوريشن والترميم. فكره الريستوريشن ايه هي؟ احنا بنحاول ناخد بيفور اند افتر في الفريمز، ونحاول ناخد احسن فريم في الصوره ونعمل زي دمج ما بين البيفور اند افتر. دي الكونسبت بتاع الريستوريشن عموما يعني. ان جنرال ده فيلم تاني. كان في هنا يعني ممكن معرفش ممكن تمام في الكاميرا ولا لا، بس كان في كده امواج من طبعا نتيجه برضو حتى تصحيح الالوان باين كمان في الصوره. تصحيح الالوان بالظبط. يعني احنا بنسميها ممكن صوره فيها عرق تقريبا او صوره. دي بتبقى عيوب الاضاءه مع النيجاتيف. ده كان في برضو بقع هنا في البيفور. كان فيلم ده اوقات فراغ. اوقات يا احنا برضو بنعالج افلام جديده مش بس قديمه يعني. كل ما هو خام متصور متحمض على 35 ملي بنعالجه يعني. بس ده ليه بصبع انه فيلم جديد مثلا؟ فيلم جديد بيبقى بسبب التخزين. ممكن تحصل في التخزين حاجه مشكله. بصوا الفيلم، بصوا الصوره دي فرق ازاي. ده فرق، بس دي كانت بايظه خالص. دي بالظبط متدرجه نفس الموضوع برضو كانت ما فيش خالص. ده دي من جريده مصر السينمائيه، صح؟ السينمائيه بالظبط. ده الرئيس عبد الناصر، و
ده كان بايظ خالص برضو. طب بتملوا ازاي بقى الفراغات اللي انت جيت عن كده بالايديت صح؟ بالايديت يعني فوتوشوب والحاجات ده بيمشي بالظبط. وهي هي فكره الريسين زي ما قلت لحضرتك من شويه. احنا بناخد البيفور والافتر. لو البيفور الفريم بتاعه نضيف والافتر نضيف بس اللي في النص هو المشكله. بنحاول نمرج ما بين البيفور والافتر فبيطلع في الاخر الريزلت بتبقى احسن شويه. انا بشكرك يا باشمهندس طبعا. شكرا على الجوله اللي انت خدتنا فيها دي. تبص الصوره دي كمان دي كانت جت لنا الصوره بالخضر بايظه خالص طبعا. فبنقدر من عن طريق الالوان نقدر ان احنا نعالج تاني الالوان دي. كان ده فيلم رشه جريئه. ده من الافلام اللي طبعا المميزه. كل ده بعد الريستوريشن. كل ده بعد الريستوريشن بالظبط كده. انا بشكرك شكرا جزيلا ميرسي على الجوله الجميله دي. شكرا. احنا لسه معاكم في جولتنا من مركز الترميم السينمائي وبنرصد معاكم المراحل المختلفة لترميم الافلام. ويمكن وصلنا معاكم للمرحلة النهائية. مرحلة ايه؟ تصحيح الالوان. هتشرح لنا يمكن ونعرف اكتر اهم العيوب اللي بتكون موجودة في الافلام خاصة من حيث الالوان وازاي بيتم ترميم والشغل على فكرة الوان الافلام. هيكون معنا الفنانة نورة محمد الحكيم وهي خريجة فنون جميلة وكمان مسؤولة هنا عن عملية ترميم الافلام. برحب بيك يا استاذة نورة منورة. اهلا وسهلا. انا مسؤولة هنا عن تلوين الافلام. دي المرحلة الأخيرة تقريبا. دي انا بشتغل على برنامج الدافنشي الخاص بتصحيح الالوان. ودي اخر مرحلة خالص بنستعين بيها بعد ترميم فيلم سينمائي. بناخد الريلات دي بي اكس وبنحملها وبنقطعها وبنحط الصوت عليها وبنسنكه ونبتدي بقى نتفرج على الفيلم ونشوف عيوب الصورة ايه. ايه بقى اكتر العيوب اللي بتجيلك مثلا؟ الصورة بتبقى عليها كاست احمر او اخضر او ازرق. بيبقى الصورة بهتانة او مفيهاش كونتراست. بتبقى الصورة فيها فلو المعالم بتاعتها مش واضحة. بيبقى الصورة فيها اهتزازات كتير قوي. وساعات بتبقى طبعا الصورة بتبقى بهتانة جدا. وبيبقى فيه جرينز في الصورة حبوب. الحبوب دي برضو كل ده حركة بتشتغل عليه. ساعات بتبقى عالية قوي وساعات بيبقى الصورة سوفت قوي. فبنحط لنا احنا الحبوب. تيجي نشوفي معاكي نماذج. نشوف نماذج كده معاكي. بيجي دورنا بقى في تصحيح الالوان ازاي نرجع الصوره لاصلها من غير ما نغير في رؤيه المخرج الخاص بيه. حيل جدا. بنبتدي ناخد بنعيد توزيع اللون. بنرجع الار جي بي. بنرجع ظبطة اللون الأحمر وظبطة اللون الأخضر وظبطة اللون الأزرق. ونبتدي نعمل ماتشنج ما بين الصور لأن في يعني ما بين الشطات بيبقى فيه اختلاف في الإضاءات واختلاف في الألوان. فبنعمل ماتشنج ما بينهم. والصورة عندي بتبقى 4K يعني جودتها بتبقى عالية أو بنقدر إن إحنا نتحكم في كل تفاصيل الصورة. من ألوان في تفاصيلها بنقدر نرجعها تاني زي أكننا نتفرج على فيلم. ما إحنا دلوقتي شغال فيلم أو شيء من الخوف ده. حضرتك اشتغلتي عليه صح؟ اشتغلتي كمان حضرتك مع مهرجانات وكده صح؟ اشتغلت مع مهرجان البحر الأحمر في فيلم انتصار الشباب إنتاج 1941. اول فيلم يجمع ما بين اسمهان وفريد الأطرش. الحقيقه ان الفيلم ده كان صورته سيئه جدا. الصوره بلاك جامد وحتى ما بيتعرضش كتير يمكن عشان كده. انا بشكرك طبعا نورتينا. فنانة نورة محمد الحكيم نورتينا. شكرا جزيلا.